نستمر مع حضراتكم ولسه بنكمل معاكم الجولة الخاصة بينا بصباح دريم، ولسه بنشوف معاكم منطقة العمل. احنا دلوقتي داخل منطقة العمل، طبعا حوالينا اللوادر، الاوناش، المعدات الرفع، المعدات الثقيلة، كل التفاصيل الخاصة بمنطقة العمل. احنا هنا دلوقتي يا دكتور تحت المسرح او منطقة العرض اللي هتكون فيها عرض المسرحيات. بالظبط، احنا هنا امام المنطقة اللي بتتقدم مسرح الدرج، وهيكون فيها ايضا مطعمين بيطلوا على الاهرامات. المنطقة دي كلها هي المنطقة اللي بتتقدم الواجهة الجنوبية للمتحف. بطبع الجميل هنا ان احنا عندنا الصلة المباشرة بالاهرامات، فبالتالي ده عبقرية اختيار المكان انه بيطل على الاهرامات، والمنطقة كلها هتتكامل الى منطقة حضارية جديدة متكاملة. الله، في مطاعم هتكون في الواجهة ولا هتكون خارج الواجهة بتاعت المتحف؟ المطاعم خارج واجهة المتحف أو خارج مبنى المتحف كمان، ولكن هناك منطقة خدمية أخرى ملحقة بالمتحف بها يمكن 8 مطاعم أخرى غير المطعمين اللي احنا شايفينهم هنا، إلى جانب 28 محل تجاري. فبالتالي منطقة خدمية متكاملة للزائر. احنا بنعمل على أساس أن عدد الزائرين في البداية يمكن يصل ل 10,000 زائر يوميا. ده محتاج خدمات، فبالتالي كل ده موضوع في الحسبان. مع الوضع في الحسبان أن الأعداد دي تزيد، المتحف عامل استعداداته أنه يقدر يستقبل حتى 8 مليون زائر في السنة. تمام، يعني بمعدل كم زائر تقريبا في اليوم؟ يعني العدد اللي انا بقوله لسيادتك ده 10,000، احنا ممكن نوصل لثلاث اضعاف العدد ده. ممكن نتكلم عن استعداد المتحف لاستقبال ما يقارب من 30,000 زائر يوميا. يعني في مرحله مستقبليه ممكن لدينا الامكانات لاستيعاب حتى هذا العدد. طيب نكمل مع حضراتكم وبنستمر منطقه عمل لوادر. احنا بنتحرك بصعوبه طبعا مع الدكتور، وشايفين زي ما حضراتكم شايفين لسه العمل مستمر، لكن بنتكلم عن ان تقريبا 75% من حجم الانجاز الكلي للمتحف تم باذن الله وتم الحمد لله، لكن مكملين معاكم هنشوف تفاصيل اخرى ووقفات اخرى داخل المتحف المصري الكبير مع الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المشروع الكامل والمشروع الكلي للمتحف المصري الكبير. سيادتك تشرح لي بقى يا دكتور، واحنا ماشيين المكان اللي احنا ماشيين فيه، الواجهات اللي حوالينا، الاماكن اللي هتكون موجوده هنا، عايز اسمع من حضرتك تفاصيل واحنا في ميدان المتحف المصري الكبير. في الواقع احنا هنا دلوقتي ده الجزء اللي هيفتتح في الافتتاح بتاع المرحله الاولى للمتحف المصري الكبير. لدينا القاعتين الخاصين بالملك توت عنخ آبون، لدينا الدرج العظيم، هيكون ده المنطقة اللي هو بيصل إليها. فبالتالي احنا شايفين ان الواجهات الزجاجية خلاص بدأت تركب، تمهيدا لأن يكون المكان خالي من الغبار حتى نستطيع بعد ذلك البدء في عمليات الفرش الداخلية. ولكن قبل ذلك هناك لا تزال خطوات عديدة من عمل التوصيلات اللازمة، سواء الكهروميكانيكية أو غيرها من التوصيلات الأمنية والإطفاء. فهي منظومة متكاملة تحتاج إلى عمل دقيق ومتناغم، وبيتم الحمد لله بشكل مرضي جداً. نكمل مع حضراتكم ومكملين ونوصل لمناطق أخرى داخل المتحف المصري الكبير. مشروع مصري بامتياز، مشروع إنساني بامتياز، حضارة تخص الإنسانية جمعاء لا تخص المصريين فقط. حضارة الفرعونية والحضارة المصرية القديمة هي مش ملك فقط للمصريين، هي تاريخ مصر وتاريخ الحضارة المصرية، لكن في النهاية هي الحضارة العالمية والحضارة الإنسانية، هي ملك للعالم أجمع، والجميع سيرد إلى المتحف المصري لمشاهدة كم
كم المقتنيات وكم الآثار العظيمة اللي موجودة من تاريخ مصر ومن حضارة مصر من آلاف السنين، بنتكلم في 5000 سنة، بنتكلم إنه الملك توت عنخ آمون ومقتنياته العظيمة، بنتكلم عن ترميم هذه القطع العظيمة. دخلنا مع حضراتكم لقاعات الترميم ورصدنا معاكم حجم العمل فيها وحجم القطع اللي مشغولة وكمية المجهود اللي موجود. زي ما حضراتكم شايفين معنا موقع العمل كاملا، تفاصيل كتيرة وإجراءات كتيرة وأعباء كتيرة ملقاة على عاتق المجموعة القائمة بالعمل هنا. دكتور اتكلم معنا عن 5000 عامل يوميا موجودين وتحت إشراف دكتور طارق توفيق. مكملين معاكم ونشوف كمان المتحف المصري الكبير بداخله ايه. وبنشوف مع حضراتكم كمان مكان عمل جديد ومنطقة جديدة داخل المتحف المصري الكبير، وبناخد من دكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف كثير من التفاصيل بقى دكتور على المنطقة اللي احنا فيها وامتدادها كمان. احنا هنا دخلنا في الاستعدادات للمرحلة الثانية، يعني مش جوزنا المرحلة الأولى خلاص، جوزنا المرحلة الأولى ودخلنا في المرحلة الثانية اللي بتتم أيضا من ناحية الشكل الخارجي، هتكون جاهزة مع المرحلة الأولى، ولكن المرحلة الثانية دي هتكون القاعات بتاعتها بتضم 45,000 قطعة، منها 25,000 قطعة لم تعرض من قبل، بالتالي ده محتاج مجهود كبير في إعداد بتارين العرض، في إعداد السيناريو، في إعداد النصوص الخاصة بهذه القطع. طبعا إعداد نصوص ل 45,000 قطعة ده مجهود علمي كمان كبير وبيتم بأكثر من لغة، فبالتالي ده عمل بيتم على قدم من وثاق ليظهر هذا المتحف بالشكل العالمي اللائق اللي كلنا بنحلم به لمصر إن شاء الله. دكتور كده أفهم من سيادتك إن المرحلتين هيتم افتتاحهم في الافتتاح الجزء المقرر إن شاء الله للمتحف. المبنى كمبنى سيكون مكتمل، ولكن القاعات سيتم افتتاح قاعات المرحلة الأولى اللي هي بهو المدخل اللي وصل فيه بالفعل يوم 25 يناير تمثال الملك رمسيس الثاني، الدرج العظيم وحيكون عليه 87 أثر ضخم، ثم قاعتي الملك توت عنخ آمون اللي احنا يمكن شفناهم واحنا جايين. ده هيكون افتتاح المرحلة الأولى، ودي مساحة ضخمة، يمكن احنا شايفين الواجهة لوحدها قد ايه المساحة دي، بنتكلم في 23,000 متر، فبالتالي 23,000 معناه ضعف متحف التحرير الحالي. فده افتتاح بمشيئة الله هيكون افتتاح لائق جدا بالمتحف المصري الكبير، ثم يأتي بعد ذلك في غضون عامين أو 3 أعوام افتتاح المرحلة الثانية اللي احنا واقفين عندها دلوقتي، واقفين قدام الواجهة بتاعتها دلوقتي، ولكن لتضيف للمتحف 45,000 أثر على مساحة 27,000 متر. ده إضافة ل 23,000 متر الأولانية، لتصل مساحة العرض المتحفي الكلية بعد كده 50,000 متر، معناها 5 أضعاف متحف التحرير. طيب دكتور، الدرج الخاص بعرض المقتنيات هو موجود من الناحية دي ولا من الناحية الثانية من عند الملك رمسيس؟ الدرج بيصعد من عند الملك رمسيس إلى المكان اللي احنا واقفين عنده دلوقتي ليطل على الأهرامات، لأن قاعات العرض موجودة في ارتفاع المستوى الثالث في المبنى اللي بالضبط هو نفس مستوى الأهرامات، يعني والزائر واقف في قاعات العرض بيبقى كأنه واقف قدام الهرم بنفس المستوى. يعني أقدر أقول مع سيادتك إن الدرج هو اللي في الخلفية ورانا ولا اللي في المنطقة الثانية؟ اللي هو خلف هذا العمود الخرساني ده هو الدرج العظيم. يبقى احنا كده تجاوزنا، وصلنا عند منطقة الدرج العظيم اللي هيتم فيه عرض الكثير والكثير من المقتنيات ومن التاريخ المصري والإنساني. وصلنا للمرحلة الثانية اللي ان شاء الله هيكون مقرر ليها مدة 2 أو 3 أعوام الافتتاح الكامل ليها، وبكده نقدر نتكلم عن مساحة إجمالية تتجاوز 50,000 متر لصالح التاريخ المصري والتاريخ الإنساني والتاريخ العلمي حول العالم، كتابة المخطوطات وكتابة قصة كل أثر وتاريخ كل أثر في حجم الآثار الموجود يحتاج مجهود علمي جبار. بنكمل مع حضراتكم في صباح دريم وحننتقل إلى حضرة جناب الملك رمسيس الثاني الآن.
وخلينا كمل مع حضرتك بقى المكان اللي احنا فيه وتفاصيله. يمكن احنا شايفين الوقت التمثال كان مغلف بمادة عازلة، وعملية التأمين بتاعته كانت على أعلى مستوى. حاليا بنقوم بإزالة طبقة العزل التي كانت تحيط بالتمثال تمهيدا لأعمال التغميم الكاملة بالنسبة له، عشان يكون معد للافتتاح المرحلة الأولى عشان يستقبل الزائرين، لأن ده هيكون بهو المدخل اللي هيأتي إليه الزائر، ثم هيقدر إن هو يتجه ناحية اليسار ليصعد الدرج العظيم. والدرج العظيم هيأخذ الزائر على مسافة 100 متر، بيمر على تماثيل لملوك مصر العظام، عناصر معمارية من معابد، عناصر معمارية من مقابر، حتى يصل إلى الواجهة الزجاجية اللي بتطل على الأهرامات. وفي الحالة دي هو بيبدأ هنا من بهو مدخل ارتفاعه 30 متر، تمثال رمسيس الثاني لوحده ارتفاعه 13 متر. كل ده بيبين مدى المهارة التي وصل إليها المصري القديم في النحت، والمصري الحديث أيضا حديث في إعداد مكان لائق، والإعداد لإضافة معلم جديد لمصر، معلم معماري إلى جانب كونه متحف. يعني بنتوقع أن عدد كبير من الزائرين في بداية افتتاح المشروع مش هيأتي فقط لزيارة الآثار، ولكن هيأتي للتمتع ولرؤية هذا المبنى المعماري المتميز. عايز اتكلم مع حضرتك عن الدرج العظيم. الدرج العظيم واحنا بنتكلم كده المفروض ان ده مكان الاستقبال، الزائر هيدخل من هنا هيستقبله جلالة الملك رمسيس، وبعد كده هيتوجه الى الدرج العظيم. الدرج العظيم لأسفل ولا الأعلى؟ الدرج العظيم متجه الى اعلى، لانه متجه الى اتجاه الاهرامات وللمستوى الثالث من المبنى، لان المستوى الثالث ده هو اللي بيوصلنا لنفس مستوى ارتفاع الاهرامات. دكتور احنا كده دلوقتي في ظهر المكان، الخلفيه الخاصه بالمكان اللي صورنا فيه بالبدايه عند المسرح. احنا هنا دلوقتي بنقف امام الواجهه الشرقيه اللي هي الواجهه الاساسيه اللي هيدخل منها الزائر. احنا كنا واقفين قدام الواجهه الجنوبيه المطله على الاهرامات. دخول الزائر بيبدأ من هنا وبيتحرك، بيبدأ يطلع الدرج العظيم، هيكون عليه مقتنيات الملوك والقطع الأثرية المصرية، وبعد كده هيتوجه لفين؟ إيه المرحلة اللي جوه المتحف هيتوجه لها الزائر؟ عندما يصل إلى أعلى الدرج العظيم يتجه يمينا ليدخل إلى قاعتي الملك توت عنخ آمون، اللي هيتعرض عليها لأول مرة آثار الملك توت عنخ آمون كاملة. لأول مرة تتجمع في هذا المتحف كل آثار الملك توت عنخ آمون اللي كانت موجودة في أكثر من متحف في مصر. في نفس الوقت في المرحلة الثانية للمتحف هيكون في الدخول يسارا إلى القاعات التاريخية في المتحف. طيب دكتور واحنا بنتكلم عن عدد القطع الاثريه اللي هتكون موجوده، سواء الخاصه بجلاله الملك توت عنخ امون او الخاصه بالدرج وكل المقتنيات اللي هتكون موجوده، بنتكلم في قد ايه؟ كم قطعه تقريبا هتعرض في البدايه، والمرحله الثانيه هيعرض فيها كم قطعه؟ المرحله الاولى هيعرض فيها ما يزيد عن 5000 قطعه. يمكن لو قارنا بالمتحف الاسلامي على سبيل المثال، كل ما يعرض فيه حاليا 4400 قطعه. يعني 5000 قطعه هو عدد كبير، هو متحف متكامل. يمكن المتميز فيه انها اثار الملك توت عنخ امون كامله، فهو موضوع متكامل وموضوع يشتاق للعالم، لانه هيعرض بشكل جديد تماما، بيبعد عن صوره الملك توت عنخ امون كمجرد فرعون ذهبي، متجها الى كونه ممثلا عن الاسره ال18. فبالتالي هذا الافتتاح يليق بهذا المشروع الجبار، ويفتح الشهية للمرحلة الثانية اللي هيعرض فيها 45000 قطعة، منها 25000 قطعة لم تعرض من قبل. طيب احنا بنتكلم عن اجمالي